أصبح واجبا عليكم جميعا حماية المدنيين الصحراويين من بطش دولة الاحتلال المغربية، ونطالب منظمتكم بالتدخل لإنهاء هذا الحصار الظالم الذي تحدثت عنه العديد من المنظمات الدولية. إننا اليوم أمام نظام قمعي عنصري يستعمل كل أساليب العقاب ضد أي صوت مخالف لأطماعه التوسعية. اليوم العشرات من الصحراويين محرومون من رواتب شهرية منذ أعوام، لا شيء إلا لأنهم رفضوا احتلال وطنهم. وهناك أمثلة عديدة لصحفيين وقضاة مغاربة تعرضوا للاضطهاد نظرا لرفضهم التكتم على الحقيقة، وعلى رأسهم القاضي محمد قنديل الذي رفض تلفيق تهم تتعلق بالحق العام لنشطاء حقوقيين صحراويين. كما أن هناك عدد من الصحفيين الذين يقبعون وراء القضبان بتهم ملفقة بسبب مبادئهم، ومنهم مغربيان صحفيان سليمان ريسوني وعمر راضي الذين يخوضان إضرابا عن الطعام يهدد حياتهما.